لا عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به أنت في الموضع البعيد قريب هل منيب إلى رضاك يهوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي وسيدي ورجائي بك يا سيدي أنت رب العباد أنت رب العباد أنت رب العباد ما لك
أنت رب العباد. أنت رب العباد. ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب يا مداوي العباد يا مداوي العباد. أنت دوائي يا شفاء يا رب يا رب يا رب يا رب أخلصنا إليك دعانا ولدعوة الداعين أنت مجيب يا رب يا رب يا اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين واستجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا وآمنا فيه.